هناك ثلاثة مبتغات للمجرمين المبتزين، سواء كان هو مادي أو جنسي أو منفعي. كل هذه الدوافع اللي كانت في بداية الأمر للابتزاز الإلكتروني تأثر على الضحية، وكانوا يحصلون ابتزاز على حجم الإبلاغ نظراً للواقع الاجتماعي والظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد. يصبح الضحية وخاصة من النساء هنالك عقبات للإبلاغ، ولكن وزارة الداخلية وضعت هذا الموضوع في طي الحسبان، وأيضا عملنا على وضع خطط استباقية من خلال عمليات التوعية والتثقيف. وعامل السرية هو عامل مهم، صرنا أنه فوق الخوف للضحية، كان إقبال شديد من قبل الضحايا، ضحايا الابتزاز الإلكتروني لوزارة الداخلية ومبارز وزارة الداخلية. الأمر الذي كان هنالك أعداد كثيرة من الضحايا تم معالجة الموضوع. طيب. وأيضا الخطوة الثانية تم التنسيق من قبل وزارة الداخلية مع مجلس القضاء على مشكورا بتجديد العقوبات على المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية ومن ضمنها الابتزاز الإلكتروني. وكان هنالك أيضا عمليات التوعية والتثقيف بكيفية تحصين الحسابات، وأيضا عدم قبول الطلبات الصداقة من أشخاص يعني نقدر نقول أنهم مسؤولين. فهذه أدت إلى انحصار هذه الجريمة. طيب. سيادة العميد أو بآخر، ولكن هنالك أيضا أوضحنا أنه للأخوة لعوائلنا الكرام ومن خلال برنامجكم الكريم أن هنالك تطوير في عملية الابتزاز الإلكتروني من خلال اختراق أجهزة الهاتف. ومو بالضرورة، احنا وضحنا للأخوة حتى أصحاب العوائل، مو بالضرورة أنه الضحية هو اللي يدز صور أو يبعث بمقاطع. هنالك اختراق للهواتف من خلال أنه سرقة الهاتف واحتمال كلمات السر السهلة، وأيضا الضغط على الروابط الوهمية. وهنالك أيضا مواقع تثير الفضول لدى المستخدمين. كل هذه الشراك لدى المبتز في عملية التطور في الهندسة الاجتماعية تأتي بأن تقع الضحية بصورة سلسة.